ضدك السفيرات وما كيمثلوش لا الثقافه ديالنا ولا العادات ديالنا، ما كيمثلوش الواقع ديالنا. يعني مساله اللي هي ما داخله علينا تحرش، ربما الا كانت عندنا تربيه دينيه واخلاقيه وهادي ما نحتاجوش داك السفيرات. ضد السفاره، هما مع الناس اللي تيتحرشوا ضد النساء. كاين التحرش، كاين التحرش. شحال مشات مسكينه، شحال بنت تخرج تسخر ما تترجعش، شحال مره تخرج ما تترجعش. وليني كاين حتى العيالات ما مزيانينش. انا كاين حتى العيالات تيديروا هاد المصائب وتيمشيو سميتو، فهمتي؟ الاحترام ما كاينش لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للراجل. كاين الراجل ما تيحترمش وكاين المراه ما تتحترمش وكاين المراه اللي تتجبد الراجل. صراحه بادينا مزيانه بحكم ان كل دار كل عائله كتوفر على مراه، من بينها اختي، من بينها الام ديالي، ما نبغيهاش اللي تحرش عليها اللي تحرش بها. داك الشيء علاش زعما انا متفق مع هذه البادره هذه، وزعما بادره مزيانه. تاخذوا في المغرب بزاف البنت ما يمكنش لها تلبس شنو بغات، حريه ما كايناش والو. شوفوك لابسه غير مينيس قتابعك، شي مشكله شي حاجه حط. كاين المراه اللي تجبد الراجل، شحال وحده عاوتاني كرجعتي للمراه اللي غاديه داخله سوق راسها تتلقى في راسها، تتلقى شادينها ولا تهزوها يديوها في شي طوموبيل ولا زعما كاينين. شحال من واحد تيوقع وحدك المشاكل تتشوف شنو تيوقع، علاش؟ ولا شافوا شي بورطاب ولا شي حاجه تيتحرشوا معاهم يصفروا ويدوروا على حقهم. علاش هذاك تيمثليهم الذات ديالهم الشخصيه ديالهم؟ وشي واحد يتحرش باختك تبغي انت تحرش شي واحد باختك ولا بامك؟ ما تبغيهاش اللي يتحرش بها. وانا الناس دادو اللي دارت التصويرات يكون شي قوانين زجريه. لا حنا بالنسبه لينا حنا البنات لا معاهم، لحقاش حتى حنا كنتعرضوا للتحرش وما كنعرفوا ديك الساعه شنو كنديروا. يكون شي قوانين زجريه تخلع بنادم باش ما يبقاش يرتكب هادشي. حتى داك الشيء تشوفه في الطوبيسات، تشوفه في اي قنش، في اي بلاصه تشوف التحرش ولا عادي. ولكن ما نساوش واحد النقطه، العيالات كاينين شي وحدين هما تيجلبوا بنادم باش يتحرش بهم، هما تيفتنوا. واش فهمتي؟ راه غادي اوبليجي تلقايه في المجتمع ديالنا. كاينين شي وحداش خايبات ولكن كنا محترمين راسهم، راه باينين غادير الدره ماشي هي وحده دايره كما قال كل وحده بلاكش على ظهرها.